مرحبا فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا انت خليل؟ عن جد رعبتني. ليش كل هالقد شايفه شكلي برعايه؟ يعني ما راح تبطل هالحركات؟ نقزتني. كيف المحروس؟ بيبوس ايدك. لك ايه نيالو يا عمي نيالو. ليش بقى؟ طول الوقت ماشي جنبك شو بده احسن من هيك؟ ايه بسيطه، تحب اسحبك بداله؟ لك على الرغم انه مسحك غليظ بس بحبك. كذاب. لا يا فوزية، ليش عم تقولي عني كذاب؟ لانك لو بتحبني عن جد ما كنت غطيت خمس ايام ما ورجيتني خلقتك فيهم. شو نسيان اني خطيبتك؟ ليش هالشغله بتنتسى؟ لكن ليش ما عم تجي لعنا؟ حدا مزعلك من اهلي شي؟ لا والله يا فوزية، اهلك ما في منهم، وبصراحه اليوم جايين نسهر عندكم انا وبي. دخيلك انت وهالسهره، يعني ضروري تسحب ابوك معك؟ يعني ما بدك بي يجي لعندكم؟ لا مو هذا قصدي، ولو اهلا وسهلا فيك وفيه، بس اذا ابوك اجى لعنا رح يعلق مع ابي بحديث له اول وما له اخر، ونحن بقى منضل ساكتين كل السهره. لا اطمني، بهالسهره بالذات ما في احاديث جانبيه نهائيه. وشو عرفك؟ لانه بهالسهره جاي نحكي بموضوع واحد ما في غيره. انه موضوع؟ لك لا يا فوزي، موضوعنا انا وانت. اليوم بدنا نحكي مع بيك مشان نحدد موعد العرس، فشو رايك بقى؟ عن جد خليل؟ لك طبعا عن جد، لك هي مواضيع بنمزح فيها. تعال تعال. شو قلت يا ابو فواز؟ الاولاد صاروا مخطوبين 4 اشهر، بقى لايمتى بده يضلوا مخطوبين؟ لازم نمشيهم بقى. لوين بدنا نمشيهم؟ يعني بالعربي الفصيح لازم نفرح فيهم، وبتعرف عنا بالضيعة، يعني ما بصير تطول الخطبة، لأنه إذا طولت بصير فيها مشاكل وبصير فيها نقار وقال وقيل. والله صحيح، معك حق يا أبو خلال. ومثل ما بتعرف يا أبو فواز، يعني أمورنا كلها صارت جاهزة، هي جهزنا لخليل غرفتين بالعلية، واشترينا له البسط والحصر، ونجدنا له المخدات واللحف، يعني صرنا مساوي له 30 مخدة. وام خليل كل ما لقيت حالة فاضية بتساوي له مخدة الاخر. وامي كمان عملت لهم 4 مخدات، ونجدت لهم فرشة صوف، واشتريت لهم طناجر ومشربيات. عالي كتير، حلو الكلام، ما ضل شي. بقى امتى بدنا نفرح فيهم يا ابو فواز؟ هو بصريحة يا ابو خلال، انا حابب جوز الولدين بنفس الوقت. انا ولدين؟ يعني الله يخلي لك ولادك، حابب جوز ابني فواز بنفس الوقت اسمنا شغلي صارت وصارت يعني. ايه شو عليه، وهيك بصير الفرحة فرحتين. بس يا ابو فواز على حد علمي لسه ما خطبك فواز، مزبوط ولا انا غلطان؟ يا سيدي وشو هالمشكلة العويصة يعني؟ هلق منخطب له عسراع ومنجوزه. لا وخاصة انه هلق معي 200,000 ليرة من حق الموسم، بقى خلينا نجوزه ونرتاح من همه قبل ما ينصرفوا المصاري ويذوبوا. حاكم المصاري عم يذوب مثل الملح، مثل الملح عم يذوب. بس عطيني فكرة أبو فواز، إمتى ممكن تخطب لفواز؟ بأول إجازة بياخذها من العسكرية بنخطب له إذا الله راد، وبعد ما نخطب له منحدد موعد العرسين، وصلى الله وبارك. بقى شلوني معك يا أبو خلال؟ ماشي، وانا ما عندي مانع، واتكلنا على الله. على مايه على مايه. شو يا حبيبي، بترسل لي قميصين؟ روح ولا روح؟ انا لا تضرب. كيفك يا شيف رمزي؟ احلى طبي. كيفك يا فواه؟ لا صلوه اللي اجيت داي اخلاقي، عود سليني شوي. يا تكرم عينك، بس حبيبي سياده النقيب طيبك، روح شوف شو بده. ولي شو بده مني سياده النقيب؟ شو بعرفني، روح شوف. روح. غريبة، معقول يكون حدا فسد علي قال له اني هربت من المناوبة الحرس مبارح؟ ليش هربت من المناوبة مبارح؟ لا انت ما بتعرف يعني؟ اي والله صحيح. هلق حبيبي اركيد اركيد بسرعة شوف شو بده، ورجع بسرعة بلا ما يصاب. قلتك احسن شي، احسن ما يسلخنا شي عقوبة، حكي من غير دفع من رؤوس. اي والله. هات صالح عيرني السدارة تبعك. ليش وين سيدارتها؟ لك نسيانة عيرني اياها. طيب خي بس بترجعها. خلص شو راح ناكلها.
لك خلي فواز حبيبي ما تنسى تفقع تحية مرتبي قدام جهة النقيبة وهيك تقدم اسمها. خلاص فهمنا فهمنا. الله معك. لا تنسى تطش تحية ها. خلاني انت الثاني. واه تنسى ها. نعم احترامي سيدي. احترامي سيدي العريف فواز أنبوها سيد نقيب. اهلا يا عريف فواز، جايتك برقية من الضيعة يا عريف فواز. خير ان شاء الله خير يا رب، بس ما يكون حدا توفى سيدي. لا لا ان شاء الله خير، تفضل هي البرقية واقراها على راحتك. خير يا عريف فواز ان شاء الله ما في شيء. لا سيدي ما في شيء، بس اهلي ناويين يجوزوني. هلا هيك كاتبين لك بالبرقية؟ لا طبعا سيدي مو هيك كاتبين. قايلين لي احضر حالا الى الضيعة عند اول اجازة، لاننا قررنا ان نخطب لك. القائمة جاهزة وما عليك سوى الحضور والاختيار سيدي. انو قائمة؟ لا سيدي نحن عنا هيك بالضيعة. الشاب اللي بينوي يخطب بجهزوا له اهله قائمة بكل بنات اللي على وش جواز سيدي. وهو ايضا بيختار البنت اللي بتناسبه. طيب وإذا كان ناوي يتجوز من برات الضيعة؟ ممنوع سيدي، ممنوع منعا باتا. لحد هلأ ما في شاب تجرأ وجاب وحدة غريبة لعنا على الضيعة. ولله في خلقه شؤون. على كل حال مبروك سلفا. الله يبارك فيكم ويخلي لنا إياكم سيدي. لكن روح قدم لي طلب إجازة 6 أيام لوقع لك يا فورا. عن جد سيدي؟ ليش في بالعادي نمزح مع بعض يا عريف فواز؟ عفوا سيدي ما هذا قصدي. على كل حال رح أكتب طلب فورا. تعال هون تعال هون. شو وين طاحي؟ شو يعني إذا رح تأخذ إجازة بتنسى تحية؟ احترامي سيدي. أب 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 أب. 6 أيام؟ يا ويلي حظي المسخم أنا يا ويلي. لك صري شهرين مقدم له إجازة لثلاث أيام ما كان يوافق لي. العمى شلون زبطت؟ لك ليكون مدبره للنقيب. لك شو مزبط النقيب أنت التاني؟ بس النقيب موقف كل الإجازات من يوم هديك الحادثة. أين حادثة؟ يا سيدي الشهر الماضي ضيع سيادة النقيب 1000 ورقة بحقل الرمي. نزل دور عليها قلب الحقل كله فوقاني تحتاني ما لقاها. وكان قابض من يومين ثلاثة راتبه يعني. قام عمل اجتماع وشاب كل هالعساكر ونزلن على الحقل وقال لي اللي بيلاقي 1000 ورقة إله إجازة يومين. وبلشوا لك هالعساكر واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني يفوتوا لعنده كل واحد كامش بيده 1000 ورقة قال مشان ياخذوا اجازات. قام عصب النقيب وقال افي اجازه بقى ولا العسكري. الا كان شلون عطاء اجازه الفواز؟ لك اكيد مدبره بشي طريقه. لك شو مدبره ما مدبره انت الثاني؟ اصلا النقيب ابي يحب هيك شغلات. بس كل القصه وقفيه انه فواز جايته برقيه من اهله من الضيعه. خير ان شاء الله. صاير لحد شيء من اهله بالضيعه؟ لا لا طمن كلنا مناح، بس كاتبينه بالبرقيه قال تعال بسرعه بسرعه بدي اني اخطبوا له. شو هالحكي هذا؟ هلا مشان البرقيه اخذ 6 أيام. اصبح بكره بدي اخبر اهلي يبعثوا لي برقيه انا الثاني، بركي باخذ لي شيء اجازه مثله. كيف كان هالحكي؟ وانت واثق انه النخوه رح تضرب براس النقيب مره ثانيه ويعطيك اجازه انت الثاني؟ مرحبا يا شباب. اهلين بالفوز. اهلين خيي فواز. مبروك على الاجازه خيو. الله يبارك فيكم يا رب. عقبالكم. عقبالنا. امنين يا حسره. نحن لا بدنا ننضرب نخطب ولا بدنا نتشحر نتجوز. شلون بدنا يعطونا اجازات؟ سيدي الله كريم الله كريم. فواز بدي اسالك سؤال بس بتجاوبني عن جد بدون لف ودوران. هلا انت عن جد بدك تخطب ولا هي حركه عاملها هيك وهيك انت واهلك مشان تاخذ الاجازه؟ هو انا بصراحه ما كنت مفكر بهالقصه بنوب. بس يبدو أهلي ملاقين لهم شي عروس ظريفة وخايفين تطير من إيدهم. هاي هي كل القصة. إي والله الحق بإيدي. يطير يا حبيبي يطير. طير قبل ما تطير العروس. شو جبلكم معي شباب؟ يلي بيطلع من خاطرك. أنت كريم ونحن منستاهيل. طيب رح جبلكم معي مجمع حلاوي. مجمع حلاوي؟ تضرب تضرب قسما بالله العظيم الحلاوة طلعت من عيوننا ومناخيرنا يا رجل. طيب طيب تكرم عينك. الكن علي اذا خطبت ومشي الحال لجيب الكل معي نقف الدين اكلة كبة تاخد العقل. منيحك؟ ايه مو منيح وبس ممتاز جدا جدا. بس اسمع ابو الفوز بتجيب الكبة كبة يعني على اصولها برغل ولحمة هيك شيء مرتبة مو مثل ما جبتها المرة الماضية مو معروفة كبة كشك او كبة بطاطا. يعني يا افتح بابك وافتخر يا سكرون ستير. ولو تكرم عينكم كلياتكم.
عوافي ام فواز. الله يعافيكم. اهلا وسهلا بام عزيز وام هلال. شلونك يا ام فواز؟ نحمده ونشكره، يلي بيرضى بعيش. هاي الدنيا كيفك فوزيه؟ الحمد لله نشكر الله. يسلم لي هالوش وحليان. هاي عيونك الحلوه يا خالتي. اتفضلوا ارتاحوا، ليش واقفين؟ معلش ام فواز مستعجلين شوي، بس اذا ما في سئله نترك الاولاد عندك لبين ما نرجع من مشوارنا. بس هيك غالي والطلب رخيص، انتوا حطوهم هون وتيسروا على شغلكم. كلك ذوق يا ام فواز. وهي البيبرونه مشان اذا جاعوا طعميه. لا يا ام عزيز، شو هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ لا ما حبيت لك يا هنو. ليش بشو غلطت يا ام فواز؟ انا موجوده وبدكم رضع لكم الاولاد من البيبرونات، مو عيب؟ انتوا تيسروا على شغلكم، وانا بس يجوعوا برضعهم من صدري تكرم عينكم. الله يبارك فيكي ويخليكي، اصلا هذا عشمنا فيكي. ما شاء الله وكان حولك وحواليكي. الله عاطيكي صدر مثل النبع. نحمده ونشكره. الاولاد بامانتك ها؟ ما تهجروا هم، انتوا تيسروا وما عليكم. يلا خاطري. مع السلامه. هلا ضروري كل مره بهالضيعه بدها تروح مشوار تحط ابنها عنا، اما هي سمعة. شو فيها لك بنتي؟ المعامله مع الله، شو عليه؟ ما اختلفنا يا امي، بس ضروري تعني صدرك سبيل لاولاد الضيعه؟ يا فوزيه، انا 100 مره قلت لك هي نعمه ربانيه، ما بصير نمنعها عن حدا. يوه انت الثانيه، انا رايحه على البستان احسن شيء. ايه الله معك. السلام لله، شو بنا؟ أهلين عايشة، لا تأخذيني والله ما انتبهت لك. إلك اللي أخذ عقلك نياله. كيفك كنتنا؟ ماشي الحال نشكر الله. تفضلي فوتي. لا معلش والله مستعجلة شوي، أمي تاركتها لحالها بالبيت. إيه على راحتك. بدي أسألك سؤال، صحيح ناويين تخطبوا له لفواز؟ مين قال لك؟ ليش في شي بيتخبى بهالضيعة؟ ما جاوبتيني. إيه في هيك نية. ومين صاحبة النصيب يا ترى؟ بنات الحلال كتار. يعني ما حطيتوا عينكم على وحدة معينة؟ لا عم ندور له. ايه كتبتوا القائمة ولا لسه؟ لسه ما كتبناها. على كل حال فواز بيستاهل كل خير. بتعرفي فواز لازم يتجوز وحدة واعية وقد حالها لحتى تقدر تدير بالها عليه. يعني اللي بقصده انه ما بتناسبه اي بنت من بنات هالجيل، لانهم لا تاخذيني بهالكلمه كلهم مصروعه، مو اخذ عقلهم غير الحمره والبودره واكل الهوى وراغب علامه. يعني فكرك ناخذ له وحده كبيره؟ ليش لا؟ يعني شو المانع؟ شوفي هو مثل ما قلتي بجوز ناخذ له وحده كبيره، بس بدك تقولي يعني بنت 20 25 مو بنت 40. شو قصدك؟ لا ولا شيء، بس لمعلوماتك عيشة نحن عم نفكر ناخذ عروس لفواز مو ام تانية. اي ورصاصخ لعرابتك خلع. والله وصار لك لسان تحكي يا فوزية، بس بسيطة مو الحق عليكي، الحق على اخي اللي ما قصر لك لسانك. ولك يخرب بيته وبيت بيته، انه شو عجبه فيكي ماني عم بعرف. يا فوزية، فوزية. نعم امي. ناوليني واحد هالولاد اللي يرضعوه. يا امي والله حرام عليكي، وفي حبيباتك لاخي عبدي، شو ما جابلك ترضعي اولاد الناس؟ هلا ناويني واحد من بيناتهم بلا كثره حكي بيكونوا طقوا من الجوع. حاضر. شفت عيشه وانا جاي؟ وشو بدها منك عيشه؟ عم تسمعني كلام من شان فواز. مسكينه حاطه عينها عليه. يي كش برا وبعيد، قال حاطه عينها عليه قال، ايه ما فشره؟ يعني انا خلصوا بنات الضيعه، حتى بدي اروح اخطب لابني وحده عانس؟ لا تخافي علي امي، سلختها جواب من كعب الدست وما قصرت فيها منوب. يا بنتي انا 100 مره قلت لك لا تجادليها، اصلا مالك مصلحه تعاديها. بعدين طلعتي ونزلتي هي بتضلها بنت حماكي، واذا كان بنت حماي يلي بيطلع بايدها تساوي. Thank you.
الحمد لله على السلامة. مرحبا يا أبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يرضى عليك يا ابني. ان شاء الله اجازتك طويله هالمره. ست ايام. شلونك فايز؟ الحمد لله مشتاقين لك. الله يسلمك. اذا ست ايام معناها منلحق نخطب لك فيهن. يا ابي ليش مستعجلين كثير؟ شو صار على الدنيا؟ قال يعني انت مش مستعجل وقلبك عم يقول حقبق. بصراحه يا ابي انا مالي مستعجل. ايدي بزنارك لا تقولها فواز، لازم تستعجل حتى انا صف على الدور. ليش لو نبيعك بسيطة من شانك. ها خلاص. طيب خلينا هلق نروح على البيت، حاكم أني جوعان كثير ومش مصدق إمتى أطرق بطن مرتب. أسجل عندك كمان يا فايز. فكرية بنت بوجدعان. فكرية بنت بوجدعان. بنت بوجدعان. ايه وانا كمان اتذكرت هندية بن صحية الاعمش. ايه هندية. هندية الاعمش. الاعمش قديش صارت القائمة؟ 17 اسم يا بي. شو ام فواز ذكرينا، لسه في بنات خرج خطبي بالضيعة ولا خلصوا يعني؟ ايه في واحدة مهدية بنت ابو حسين. لا المهدية لا لا تسجلها يا فايز، لا تسجلها. ليش بقى؟ فصعونة فصعونة كتير. لك شو فصعونة؟ المسخ يمسخة، حيصير عمرها 14 سنة، بس هي جسمها بيعطي أكبر من هيك، واللي عم يشوفها عم يقول عمرها 18. ولو كان يا أمي ولو كان، بتضل البنت اسمها صغيرة. أنا بدي بنت كبيرة وواعية تفهم علي وافهم عليها. يعني شي 16 سنة على الأقل. احكي لك كلمة يا أبي. خلص خلص مش مشكلة، لا تسجل مهدية. فكر يا أم فواز، لسه في بنات ببالك؟ لا والله، هلأ ماني متذكرة حدا. أصبح خلص هلأ. وإذا تذكرت شي اسم جديد منضيفه للقائمة بعدين. قل لي كم اسم صاروا؟ لساته 17 يا بي. قليل قليل كثير، مش هيك يا فوزية؟ المعلوم قليل يا بي. يعني بكل هالضيعة أفش غير 17 بنت خرج الخطبة؟ أكيد في يا بي، بس هدول أكتر الناس بيناسبونا. خلاص يا بي 17 بنت كفوا مناح. هذا شوف القائمة. هات رمزية حسن فوزية وفيقة بديعة اسماء رورينا ملك هكذا عظيم كثير. قلي لشوف مين اخترت من هالقائمة. نقيلي انت يا بي، والله شي بحير. لا تحتار ولا على بالك، امسك هالقائمة هذه ودرسها على مهلك من هون لبكرة، والبنت يلي بتأشر عليها منروح منحكي لك فيها فورا. وانا يا بي ما بدكن تكتبوا لي قائمة إلي؟ وانت بكير عليك شوي، خلينا بالاول نخلص من هم اخوك وبعدين منفكر بموضوعك. وبصراحة كان لازم سميك فاير مش فايز. مرحبا يا شيخ، شو ليش قاعدة لحالي؟ مع مين بدي أقعد لكان؟ ولو قعدي مع أخوكي مع خليل. ها وهي قعدي خليل. صحيح ابن حماك رجع مبارح من العسكرية؟ ايه رجع أخذ إجازة وأهله ناويين يخطبوله. وكتبوا له القائمة ولا لسه؟ ما بعرف. تعرفي أنا ما بتدخل بيك شغلات. ليش لحتى ما تتدخل؟ أصلا لو كانوا هن فهمانين كان لازم يشاوروك بكل شي، مو هيك الأصول؟ بيشاوروني لما بصير جوز بنتهم مو هلا؟ نفس الشي، هاي مثل هاي. واحد غيرك كان ما حل عن بيت حماء إلا لحتى شاف القائمة كلياتها. هلأ بدي أعرف يعني أنت ليش شغلي بالك بهالقصة؟ آه لا أنا ماني شغلي بالي ولا شي، لك أنا عم بحكي مشانك، ماني حابة إنه بيت حماك يستوطوا حياتك من هلأ. فعلا القعدة معك بتهز البدن، روح عنا يا هلأ. القعدة معي بتهز البدن؟ تضرب شو خروق وتشتوش إيه؟ إيه يا فواز ما قلت لي أنت شو صار معك؟ الحقيقة يا بي أنا كنت محتار بين تنتين ثلاثة. شو؟ قال محتار قال؟ ولساتك محتار يعني؟ بيت استخارة مبارح بالليل والحمد لله الله سبحانه وتعالى ألهمني على فريحة بنت أبو علي الدكنجي. ونعمل اختيار والله، بنت بتطير ضبنات العقل، أداة وجمال وحشمة ومن جميعها. إيه والله فريحة بتنشرب مع المي الأكرة
وغير هيك وهيك، الواحد يحكي الحق، الجماعة توبن من توبنا. لكن خلينا ندق الحديد وهو حامي، شو ناطرين يعني؟ قوم معي فايز، قوم لقلك، قوم، قوم خلينا نروح نحكي بالبنت ولك. هيك بدكن تروحوا بدون جاهة؟ أفيش وقت لجاهات هلا، قال جاهة قال، قوم ولك، قوم فايز. يلا. يلا، ادعوا لنا. الله معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله يا الله. أهلين وسهلين، شرفتوا والله. الله يزيدك شرف خي أبو علي. يسلموا هديات. الله يسلمك. يسلموا هالإيدين يا عمي. الله يسلمك يا ابني. إيه خي أبو علي، والله ترى أنا راح أحكي من الآخر ومن دون مقدمات يعني. تفضل قول، شو بتأمرني؟ أنا جاهز. نحن على بركة الله جايين نطلب يد بنتك فريحة لابننا فواز. بقى شو قلت؟ تكون فريحة لفواز؟ ليش عندك مانع؟ شو قلت؟ قلت والسبع تنعام، ليش أنا بحسن أقول شي؟ نحن بنتشرف فيكم أخي أبو فواز، وأنت بتعرف هالشي. الله يبارك فيك يا رب ويخلينا إياك. يعني موافق ها؟ يعني الحقيقة أنا موافق، بس يمكن في مشكلة صغيرة. مشكلة؟ وشو هالمشكلة بقى لا سمح الله ها؟ يعني ما بتعرف؟ لا والله. وشو يلي بدي اعرفه يا ابو فواز؟ يعني بنتي فريحة بزمانها رضعت من مرتك ام فواز. شو هالحكاية؟ ايه مثل ما عم اقلك، يعني بنتي فريحة اخت ولادك برضاعة، واذا مالك مصدق روح اسأل مرتك. شي معقولة؟ الغريب انه مرتي بتعرف انه نحنا جايين نخطب فريحة وما جبتش هيك سيرة بالمرة. بتكون نسيت، وجل من لا ينسى. طيب بسيطة، ما تأخذناش مشان الله يا أبو علي. يخلي لي إياه. ولا يهمك. قوم لك، قوم. قوم لك. السلام عليكم. مع السلامة. هيك شغلات بتحصل كتير عمي، ولا يهمك. شو الحكي؟ هلأ فريحة، فريحة، أختي برضاعة. ايه والله مزبوط يا ابو فواز، هلا تذكرت. وشو تذكرتي ست الحسن؟ تذكرت اني رضعت فريحة لما كانت امها مريضة. شو هالحكاية؟ اي صح النوم، هلق تذكرتي؟ هلق بعد ما طلعنا بسواد الوش قدام ابو علي الدكان جاي؟ لا سواد الوش ولا شي، لسه في قدامكم 16 بنت بالقائمة، نقوا على كيفكم. شو فواز؟ شو رأيك انت؟ شو رأيي؟ خلاص اخطبوا لنا هندية بنت ابو فرحان. وانت قلت يا فواز هندية بنت مؤدبة وجميلة وزاكي وسمارة مجذب. امشي تقلك ولا فايز. يلا. امشي يلا. امشي تقلك امشي. السلام عليكم. السلام عليك. السلام. فشو قلت خي ابو فرحان؟ والله يا ابو فواز إلنا الشرف ان نناسبكم، بس الواجب ان استشير اهل بيتي، هيك الاصول ولا شلون؟ حقك يا سيدي حقك، بس يعني يا ريت تشاورهن هلق وترد لنا خبر بسرعة، لأنه مثل ما بتعرف إجازة فواز قصيرة وبدنا ننهي الأمور قبل ما تخلص. وهو كذلك، عن إذنكم. تفضل. مليحة هندي لخيك مش مليحة؟ إيه والله مليحة وعين الله عليها. بعدين بيني وبينك يا بي، هندية في وراها رزقة محرزة، لأنه أبو فرحان في عنده 4 بساتين، ولا ما يطلع لبستان من هالبساتين. قولتك يا فايز، أبو فرحان ممكن يعطي البنات؟ وليش لحتى ما يعطي يا بي؟ لأنه هالعيلة بالذات أبتوردش البنات. أبوه لأبو فرحان الله يرحمه بزمانه ما عطاش شي للبنات، حرمهم كلياتن. أي أبو فرحان بشر، شو رأي أهل بيتك؟ والله يا أبو فواز أهل بيتي موافقين،
بس في مشكلة صغيرة وكبيرة بنفس الوقت. مشكلة صغيرة وكبيرة؟ خير إن شاء الله. أم فرحان عم تقول إنه هندية رضعانة من أم فواز مع بنتك فوزية، يعني بالقلم نشرح هندية أخت ولادك برضاعة. كمان هندية؟ دخيلك ما تأخذناش يا أبو فرحان، ما تأخذناش. قوم لك قوم. شرفتوا أهلا وسهلا. بس مرتي عم تقول إنه مرتك مرضعة حسنين مع أولادك. شو هالحكي يا أبو غانم؟ قول غير هالحكي. يا ريت عندي غير هالحكي يا أبو فواز. بس أم غانم عم تقول اسألوها لأم فواز. شو بدنا نسألها يعني؟ اسألوها كم رضعة مرضعة حسنية. إذا مرضعتها أقل من 3 رضعات بيجوزوا لبعضهم، أما إذا مرضعتها 3 رضعات وأكثر ساعتها ما بيجوزوا لبعضهم. ماشي الحال. قوم تنسأله بيجوز يكون في شوية أمل. وين الأمل يا بي؟ لك قوم ورك قوم إيش بك؟ ليك التاني على هالسؤال. شلون بدي أعرف كم رضعة مرضعتها؟ إيش أمي خدفتها؟ معناها ما استفدنا شيء. مطرح ما حبسوه شنقاوه يا فوزية. خلاص خلاص اشخطوا اسم حسنية من القائمة لنشوف آخرتها. كم اسم لسه في بالقائمة ولك؟ 6 أسماء يا بي. بس ما يكونوا هالستة إخواتي برضاعة كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك معقولة أنت؟ أنت أنت معقولة؟ شو كنت عاملة صدرك سبيل لبنات الضيعة يعني؟ ولك بس بدي أفهم أمتين لحقت ترفعي كل هالبنات؟ ها؟ بعدين أنا صاحب الحليب مش أنت؟ والمفروض تاخدي إذني لما بدك ترفعي حدا غريب. هاي كل أصول. طيب أنا شو ذنبي؟ إذا كل نسوان الضيعة متعودين علي، هاي بتروح على الحصيدة بتترك بنتها عندي، والتانية بتمرى بتبعتي بنتها لرضعها، وهديك بتحرد من جوزها، والتانية صدرها مخشب، واللي بعدها صدرها ناشف. طيب شو بساوي؟ بترك كل هالنسوان بدون مساعدة؟ والله قلبي ما بيطوعني. اي بس بس لعتيني قلبي. قم فايز قم ولك. ان شاء الله 6 أسماء اللي باقين بالقائمة ما يطلعوش اخواتكن برضاعة كمان. خلاص خلاص يا بي خلاص، لا تعزبوا حالكم. انا بطلت اتجوز. وليش بطلت يا بخش القلب؟ شو على كيفك الشغلة انت الثاني؟ بدك تتجوز يعني بدك تتجوز ورجلك فوق رقبتك كمان. يا بيفهمني مرة واحدة بس، الله يخليك مرة واحدة. أنا مالي مستعجل عجوازة، خلاص منأجلها لبعدين. مشان تفلت على حل شعرات؟ لا ما حزرت، بدي جوزك وضبك اليوم قبل بكرة. فايز امشي تخلف امشي. يا بي أنا امشي ولك امشي. يا الله بدنا نضبه. صبر جميل وبالله المستعان. هي أمك طلعت مرضعة كل بنات الضيعة، وكأنه مش حاس بحسابها إنه أولادها بكرة بدهم يكبروا ويتجوزوا، يعني عاملة صدرها خابية، كل واحد بمد الكيلة فيها وبيشرب. شو الأم هذه؟ معقولة أمك أنت؟ معقولة؟ الله يسامحك يا أمي الله يسامحك. أمشي ولك أمشي. الله يسامحك والله. وبعدين يا أم فواز وبعدين فهميني وآخرتها يعني. طيب شو رأيك نخطب له من الضيعة اللي حدنا؟ ليش نحن قدرة الضيعة يلي حدنا؟ هون بضيعتنا بيقبلوا معنا بمهر 100,000 ليرة، بس هنيك صدقيني أبيقبلوش غير 200-300,000 ليرة بعد. طيب شو رأيك نخطب له بنت أبو فتحي عز الدين؟ هاي متأكدة إنه أنا ما رضعتها أبدا، لأني بهديك الأيام كنت متخانقة مع أمها. وقديش عمرها بنت أبو فتحي عز الدين؟ يعني بعد شي شهرين بصير عمرها 10 سنين. 10 سنين؟ لك شو جنيتي انت؟ جنيتي خلاص يعني ما عاد فينا عقل ابد؟ معقولي انا روح اخطب وحدي عمرها 10 سنين؟ بدك تساويني مسخرة قدام اهل البلد؟ شو بدهم يحكوا علي اهل الضيعة ها؟ لا تضوج علي ابو فواز، احنا هلأ بنحكي فيها حكي بس. ولك يحاكيك الحكيم ان شاء الله. خلاص خلاص سكري موضوع سكري، بقى بحاجة لعي. هذا اللي كان نقصني والله. تخرب بيتك 10 سنين. شبك انت التاني؟ لسه حاطط لي الحزم بالجرن وقاعد. فوزيه مشان الله تركيني بهمها. فايز في شي؟ هالة هالة البنت اللي كنت حاطط عيني عليها وناوي اختبى السنة الجاية. ايه شبه؟ طلعت اختي برضاعة. معقولة؟ شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم قلك يا فوزيه، ما بزل عليكي.
ولي بس ما يطلع خطيبي خليل اخي برضاعة كمان. معقول يطلع خليل اخونا برضاعة؟ يا حبيبي على القفلة. تفضلي. يا ستر يا رب، لشو القرآن؟ حتى تحلفي عليه انك ما رضعتيش خليل. اذا مشان خليل انا متأكدة اني ما رضعته، وبحلف انا مطمنة. وشلون متأكدة بقى؟ لانه خليل انولد برات الضيعة، وابوه كان عم يخدم بحمص، وما اجن عنا على الضيعة الا بعد ما صار خليل بمدرسة. الحمد لله والف الحمد لله. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه وشو ناويين تعملوا هلا؟ والله يا ابو خليل بالوقت الحاضر اجلنا موضوع فواز شوية. بقى شوفوا انت ايمتين بتحبوا تزفوا خليل على فوزية، نحن جاهزين. ماشي الحال. إيه؟ على بركة الله. اهلين عمي ابو فواز. اهلين عايشي. يسه مهديات شلوني؟ الحمد لله منيحة وايديك. شو عمي ابو فواز؟ ان شاء الله لقيت عروس لفواز. ها؟ لقيتوا عروس لفواز؟ ايه لقينا. مين بسلامتها؟ انت من بعد اذن ابو خلال طبعا. انا؟ اي انت، لاني متأكد 1000% انه ام فواز ما لحقتش ترضعك، لانه عمرك من عمرها تقريبا، عمر الورود يعني. اخواته برضاعة. اخ انيال شو بده يلم منقوط. لك شو بكي ساكني؟ اطرقي لك كم زلخوطة بمناسبة العرس. يسامحك يا ابو فواز على هالرمية اللي رميته اياها لفواز. انا اللي رميته اياها ولا انت؟ انزلي انزلي مش حلوه، خلينا نشارك الاخوان بالعرس والفرح. يلا يلا انزلي يلا ولي. ايش على فواز اليوم؟ لا والله لسه خير يا ابني، في شيء؟ لانه
ستي بتسلم عليك وبتقول لك انه عيشة فواز ما بيجوزوا لبعض. وليش بقل؟ لانه عيشة بتكون اختها لعمتي ام فواز برضاعه. شو هالحكاية؟ يعني عيشة خالته لفواز؟ صحيح مثل ما بيقولوا، طب الجرة على تمه بتطلع مرتي لامك.